وليس هو اعتقاد بالقلب وقول باللسان كما تقوله طائفة من المرجئة، وهم مرجئة الفقهاء، يقولون الإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالقلب ولو لم يعمل، يلغون العمل ولا يدخلون بالإيمان. جابوا اثنين وتركوا الثالث، الأشاعرة جابوا واحد وتركوا اثنين، مرجئة الفقهاء جابوا اثنين وتركوا الثالث وهو العمل. قالوا ليس بضروري العمل ما دام انه ينطق ويعتقد يكفي هذا، وهذا مذهب باطل ايضا. لا بد من الاعمال، والله دائما يقرن الايمان بالعمل. امنوا وعملوا الصالحات، ما قال امنوا فقط، امنوا وعملوا الصالحات، فلا يكون ايمان الا بعمل.